قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في برنامج لقاء خاص الذي يأتيكم من القناة الصومالية هون كيبل. اليوم معنا ضيف كبير، الدكتور أحمد الراوي، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سابقا ومدير الوقف الأوروبي حاليا. السلام عليكم دكتور أحمد الراوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجالية المسلمة بما تضمه من علماء ومثقفين إلى الآن لم نرى وحدة فيما بينها، ما هو السبب في رأيك؟ يطيب لي أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة، وأتمنى للقناة الصومالية كل توفيق إن شاء الله ونجاح وسداد. الجالية المسلمين في أوروبا، لم نعد نسميهم بالجالية، لأنهم المسلمون في أوروبا اليوم نشأ جيلهم الثاني والثالث والرابع، فأصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأوروبي والمجتمع البريطاني، فهم أقلية وهي مقابلة لكلمة كوميونيتي، وليسوا بجالية يجلون من هذه الديار. نتمنى لهم الاستقرار والبقاء. لا شك أن عدم وصول المسلمين إلى الوحدة المطلوبة منهم سببه يعود إلى أسباب تاريخية، نتيجة لأن الكثير من المؤسسات الإسلامية التي قامت على الساحة الأوروبية وفي بريطانيا على وجه التحديد قامت على أما أسس عرقية أو أسس حركية أو مذهبية، وهذه الأسس التي قامت عليها هذه المؤسسات لا زالت تنعكس سلبا على وجودها اليوم. وقد حاول العاملون في الحقل الإسلامي بحمد الله تعالى وفي مقدمتهم إخواننا في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا على إيجاد قواسم مشتركة بين، لا أقول جل المؤسسات الإسلامية، بل بين العديد من المؤسسات الإسلامية الفاعلة على الساحة الأوروبية بغض النظر عن خلفيتها العرقية أو الحركية أو المذهبية، وتشكلت من نعمة الله عز وجل تجمعات كبيرة على الساحة البريطانية وعلى الساحة الفرنسية والإسبانية والإيطالية، وعلى ساحات كثيرة تجمعات إسلامية يمكنها أن تضم تجمعات عديدة بحمد الله تعالى، وتحاول أن تمثل المسلمين على الساحة الأوروبية وتطالب بحقوقهم وتدعوهم إلى القيام بواجباتهم تجاه المجتمع الذي فيه يعيشون. نعم، لا زالت هناك هذه الانعكاسات تلقي بظلالها. الاتحاد بحمد الله تعالى قام بإنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث سنة 1997 ليقوم بترشيد الجالية في أوضاعها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي ترسيخ مبدأ الاندماج الإيجابي والمواطنة الراشدة على الساحة الأوروبية، حتى يستشعر المسلمين في أوروبا أنهم ينتمون إلى الإسلام دينا وقيما ومبادئ ومثل، وإلى المجتمع الأوروبي كوطن يعيشون فيه. أنا أعتقد هذه الرؤية وهذا التوجه بدأ يأخذ مكانه بين قيادات العمل الإسلامي، بين المؤسسات الإسلامية، ولكن لا زال هناك يعني مجال، لا أقول واسع، ولكن إن شاء الله يكون محدود من الخلاف والتباين، الذي نرجو إن شاء الله أن المؤسسات الإسلامية مع الجهود والاستمرار في بذل التواصل مع كل شرائح المجتمع الإسلامي أن يصلون إلى الحد الأدنى من التوافق وإن شاء الله والانسجام على الساحة الأوروبية، خدمة لهم ككوميونيتي موجودين على الساحة الأوروبية، وخدمة للقيم الإسلامية التي يحملونها والتي يتوجب عليهم أن يعرفون بها المجتمع الذي فيه يعيشون. دكتور أحمد، إذا رجعنا إلى بلد الأم، ما هو الدور المنظمات الإسلامية المفيد الذي لعبته في أوروبا؟ الله عز وجل كان واحد من أهم أهداف المؤسسات الإسلامية وفي مقدمة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو أن يكون المسلمين في أوروبا جسر تواصل بين أوروبا ومجتمعاتهم.
يساهمون في نقل القيم الحضارية، يساهمون في نقل التكنولوجيا، يقومون على إسناد ودعم بلادهم لتكون بلاد حضارية راقية. ومن نعمة الله عز وجل أستطيع القول أن المؤسسات الإسلامية على الساحة الأوروبية استطاعت الحقيقة على أقل تقدير، ونحن نعيش هذه الأيام، أن تقدم للأمة الإسلامية خيرة قياداتها الذين نشأوا في أوروبا، والحقيقة كفاءاتهم تقدمت على الساحة الأوروبية واستطاعوا أن ينمون قدراتهم، واليوم هم يقودون كثير من المسيرات، مسيرة التقدم الحضاري والاقتصادي والسياسي على الساحة، على ساحة البلاد الإسلامية بحمد الله تعالى. يعني هذا قدر الله عز وجل، بقدر الله عز وجل أن جاءت هناك أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية والطلبة الدارسين والعاملين، واستقرت في هذه الديار فتبلورت قدراتها وكفاءاتها، واليوم الكثير منها يعود إلى هناك ليقدم الخير لأبناء بلده ويقود أبناء بلده إلى التقدم، إلى الديمقراطية، إلى الحرية، إلى التطور في ميادين الحياة المختلفة. هذه الحقة واحدة. الأمر الثاني وهو كما قلت ابتداء أن نكون فعلا جسر لهذا التواصل، لأنه نحن نؤمن أن الحضارات تأخذ بعضها من البعض الآخر. الغرب تأثر بالحضارة الإسلامية سابقا، واليوم الحضارة الإسلام الغربية فيها جوانب خير كثيرة وفيها جوانب أخرى، فعلى الأقل نأخذ من جوانب الخير التي فيها سقرت سيادة القانون، الحريات العامة الموجودة، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي في مناحي الحياة المختلفة. كل هذا نستطيع الحقيقة أن نقدمه لبلادنا لتنعم بالاستقرار والحرية، تكون بمصاف الدول المتقدمة. آن الأوان للبلاد الإسلامية التي تحمل هذا الدين القويم الذي يدعو إلى الحضارة ويدعو إلى التقدم ويدعو إلى الاستقرار والعيش المشترك والعيش الكريم. آن لهم اليوم أن يتبوأوا موقعا متقدما بين الأمم، وأنا أعتقد أن المسلمين على الساحة الأوروبية يستطيعون أن يقدمون الكثير في ميادين الحياة المختلفة. نحن في أوروبا على أقل تقدير الآن عندنا ما لا يقل عن 70,000 طبيب. هؤلاء يستطيعون أن يقدمون الكثير لأبناء جلدتهم ولأمتهم. نحن كما ندعو أهلنا في أوروبا أن يكونون جزء من المجتمع الأوروبي وأن يخدموا وطنهم الأوروبي، ولكن في نفس الوقت هم جزء من المسلمين في العالم، يتوجب عليهم أن يتواصلوا معهم ويتعاونوا معهم على الخير إن شاء الله وعلى البر، وأن يجعلوا هناك تقارب بينهم وبين بلدانهم الأوروبية إن شاء الله. بالنسبة لل إذا خرجنا من موضوع المنظمات الإسلامية وتكلمنا عن الدول العربية، ماذا ترى في ربيع العربي؟ هل هو مضر أم هو صالح للشعوب العربية الآن؟ لا شك أن الربيع العربي كما أعتقد أن إيجابيته أكبر بكثير من سلبياته، وأن هذا الذي تم هو بقدر الله عز وجل، لم يكن يتوقعه لا مراكز بحوث غربية ولا تخطيط حركات إسلامية ولا حركات تحرر عربية ولا غير ذلك، وإنما لا شك كانت هناك إرهاصات، ولكن هو قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني الظلم لا يدوم وإذا دام دمر، وابن خلدون يقول العدل حقيق بدوام السلطان، أما الظلم حقيق بزوال العمران. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء الظالمين، أمهل هؤلاء الطغاة الذين استبدوا بأقوامهم وأبنائهم، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر بقوته وقدرته لا بقدرة الآخرين. وهذه من نعمة الله عز وجل، ومن ثقة تجعل أن الإنسان يثق بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فلم يخلف الميعاد الله عز وجل في ذلك، فأنا أعتقد هذا هو موعود الله عز وجل. لا شك
أن هؤلاء أن المتربصين بالربيع العربي وغير الربيع العربي يبذلون جاهدين أن يجيضون هذه الانتفاضة، يجيضون هذه الثورة المتقدمة، يحاولون أن يحرفوها عن طريقها. لا زالت هي تواجه تحديات لم تكن سهلة، لا زالت في بعض البلدان كسوريا على سبيل المثال تواجه طغيانا شديدا وتضحيات جسام، وهذا لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله، لا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، يحتاج إلى تضحيات جسام. فأنا أعتقد أن الربيع العربي أولا كان هو انتفاضة ضد الظلم والطغيان، وهذه قضية مبدئية بحمد الله تعالى وهو تحقيق لموعود الله عز وجل. ثانيا أنها انتفاضة الحرية، وفعلا أثبتت لأولئك الذين استعملوا العنف من أجل مقارعة الظلم والطغيان، هذه صدور عارية استطاعت أن تغير الظلم بعيدا عن العنف وبعيدا عن الاستهداف المدنيين واستهداف الأطفال واستهداف الذي استعمله الظالمون من أجل مزيد من الظلم، واستعمله المحتلون لمزيد من الاحتلال. ولكن جاءت هذه الانتفاضة انتفاضة الشعوب بكاملها، فيها البر والفاجر، استطاعوا أن يقفون في وجه الظلم ويزيلون هذه الحكومات الظالمة. هذه أيضا يعني ظاهرة واضحة. الأمر الثالث حتى بالنسبة لبلاد العالم التي كانت تعتقد أن هذه الديمقراطية والحرية بعيدة عن تلك المنطقة، أثبتت لها أن أبناءنا وأهلنا في المشرق العربي ليسوا بعيدين عن القيم الحضارية، قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك على أن الغرب اليوم بدأ يتعامل مع الظاهرة تعامل واقعي، وبحمد الله تعالى استطاع كثير من المنتمين إلى التيار الإسلامي بغض النظر عن توجهاتهم أن يكون لهم موقع متقدم وأن يحترمهم القاصي والداني، وهذه أيضا من الظواهر التي الحقيقة تشجع على أن الإسلام ليس كما يشوه صورته العلمانيون والغربيون والآخرون، وإنما الإسلام يحمل قيم إنسانية حضارية يستطيع الحقيقة أن حاملوه، والذين يعتبرون الإسلام الحقيقة مرجعية حقيقية يستطيعون الحقيقة أن ينافسون الآخرين من خلال مجتمع مدني متعدد الأحزاب والهيئات والتوجهات والانتماءات وبشكل سلمي. وشفنا أن الشعوبنا انحازت إلى إسلامها وانحازت إلى دينها بشكل تلقائي وواضح وبين، وهذا يؤكد على انتماء هذه الشعوب إلى هذا الدين القوي. دكتور أحمد الراوي، كيف ترون الوضع في الصومال؟ ونريد أيضا للختام كلمة للشعب الصومالي. لا شك أن الصومال الحبيب مر يعني بظروف غاية في الصعوبة. أولا حكمته حكومة ديكتاتورية ظالمة لأكثر من 15 عاما، وخلفت بعدها حربا أهلية طاحنة واقتتال طاحن، ثم اليوم لا يزال هذا الاقتتال موجود على ساحة الصومال. نحن الحق نرجو وندعو الصوماليين جميعا الحقيقة، آن الأوان لإخواننا في الصومال وهم يرون استقرار كثير من البلدان في العالم الإسلامي والعالم العربي الذي قريب منهم أن يستقر أمرهم وأن يحازون إلى السلام وإلى الاستقرار وإلى التعاون. يعني أنا أتمنى حقيقة من كل قلبي، وأنا قريب من الإخوة الصوماليين هنا وعلاقة كثيرة بالأقلية المسلمة ومن الصومالية، ومن خلالهم تعرفنا عن كثب على أوضاع الصومال، ومن خلال طبعا إلى زيارتي أحيانا إلى السودان أيضا عرفت كثير من أوضاع الصومال هناك. لا شك أوضاع الصومال حتى اليوم لا تسر، ربما هي اليوم أحسن قليلا من قبل عام مضى، ولكن ندعو الله عز وجل لها أن تكون حرة أبية مستقلة حقيقة تعيش في أمن وسلام. وأنا أدعو جميع الفرقاء المعنيين، آن الأوان إلى أن يحلوا مشاكلهم من خلال الحوار، حتى لو كانوا أصحاب كانوا السلف صرح يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وليس هناك دين في الوجود دعا إلى حرمة الدم كما دعا إليه الإسلام.
فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ومن ولقد كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، حتى لم يقل مؤمنا أو مسلما، نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني من دفع عنها الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة المشرفة وهي أعظم مكان في هذا الوجود، ويقول: والله إن حرمتك عند الله عظيمة، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. وعلماء الأمة ككل قدموا الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة، فكيف أنه إحنا بالشبهة نقتل الناس ونستبيح دماءهم؟ آن الأوان لهذا الشعب الصومالي الجريح أن يستريح من طول عناء، وأن يتفق فرقاؤه جميعا، كانوا قبائل أو كانوا أحزاب أو كانوا هيئات أو مؤسسات، ليجلسوا إلى طاولة الحوار، وأن يحتكموا إلى شعبهم وإلى أبنائهم، وأن يرعوا الله في أبنائهم وشعبهم. فأتمنى بحمد الله تعالى، أنا لا شك أتابع أمور الصومال عن كثب، وربما يعني أرجو أن يكونوا اليوم أحسن قليلا من ذي قبل، ولكن نتمنى لهم، إحنا كنا لا نتمنى لهم تدخل خارجي ولا نتمنى لهم احتلال، نتمنى أن يكونون إن شاء الله إخوة متحابين مستقلين كرماء في ديارهم، ولكن هذه الفرقة هي التي أغرت الآخرين بهم، هذه الفرقة هي التي مكنت الآخرين من دخولهم إلى بلادهم. ولكن إذا هم توحدوا واستطاعوا أن يصلوا إلى كلمة سواء بحمد الله تعالى، ويبتعدوا عن العنف، العنف لا يأتي بخير، العنف لا يأتي بخير، والله سبحانه وتعالى يعني جعل من هذا الشعب اللي هو بحقيقته شعبا مسلما، ليس فيه طوائف وليس فيه مذاهب متفرقة وليس فيه حقيقة، يعني حتى هذه القبائل والعشائر كانت قبل مجيء زياد بري متعايشة، وكان هناك ديمقراطية وكان هناك انتخابات، فأن يرجعوا إلى سابق عهدهم وإلى دينهم القويم الذي يدعوهم إلى الاستقرار ويدعوهم إلى الأمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه، وهو الأمن الاجتماعي، معافى في بدنه، وهو الأمن الصحي، يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. وأتمنى للصومال أمنا اجتماعيا وأمنا صحيا وأمنا تعليميا وأمنا معيشيا إن شاء الله. شكرا لك دكتور أحمد الراوي، وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن الاستماع، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خالي.